الكويت تطرد 18 مصريا ضربوا كويتيا في مشادة. التفاصيل تقول: قررت السلطات الكويتية الثلاثاء طرد 18 مصريا وخمسة سوريين قالت إنهم اعتدوا بالضرب على مواطن كويتي في مشادة. نقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن وزارة الداخلية بدأت إجراءاتها لإلغاء تراخيص إقامة 18 مصري وخمسة سوريين تمهيدا لطردهم من الكويت، مضيفة إلى أن ذلك يأتي بعد يومين من تداول أشرطة مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر مشادة شارك فيها 23 أجنبي مع مواطن كويتي. للتعليق على هذا الخبر ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط العمالي من القاهرة الأستاذ كريم رضا. أستاذ كريم، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. نعم، ماذا حدث في الكويت أنباء عن إلغاء إقامة وطرد 18 مواطن مصري؟ ده طبعا شيء متوقع في ظل الحكم العسكري، الحكم القمعي، الحكم اللي أفقر المصريين. لما المصري ملوش كرامة في بلده، شيء طبيعي ان هو ما يبقاش ليه كرامة بره بلده، خاصة ان دول الخليج دي هم اعداء للثورة المصرية، وهم اللي بيمولوا عبد الفتاح السيسي. طيب يعني ما علاقة النظام العسكري والقمع الامني داخل مصر بمشادة بين مصريين في دولة اجنبية؟ من المنطقي ان لما تحصل مشادة يتم اتخاذ طرق قانونية، مثلا زي التحقيق، مثلا ممكن يكون المصريين فعلا هم مش مخطئين، لكن هو لان انا بحكم اقامتي في احد الدول العربيه لفتره من الوقت عارف ان هم بيتعاملوا بشكل عنصري مع المصريين ومع الاجانب، بس بالتحديد الدول اللي هي المواطن فيها ملوش كرامه والدول الفقيره. نعم، هل لديكم يعني سيد كريم معروف، هل لديكم تفاصيل عن هذه الواقعه تحديدا؟ نعم، هل لديكم تفاصيل عن هذه الواقعه تحديدا وماذا حدث يعني بخصوص هذه المشاده؟ التفاصيل اكيد في الاعلام هتبقى في خلال الفتره الجايه هيبقى في تفاصيل اكتر لان المعلومات مش كافيه، لكن انا في تصوري ان طول ما الانسان تنتهك ادميته في مصر فشيء متوقع ان هو يحصل الفتره دي، وبالذات في دول الخليج، ان يتم اهدار كرامه المصريين والاستغناء عنهم، وده شيء يعني معتاد في الدول اللي في ظروف مصر. هل تتوقع تحرك من الخارجية المصرية أو السفارة المصرية أيضا في الكويت بشأن هؤلاء المصريين؟ الحقيقة عمر ما كانت السفارة المصرية أو الخارجية المصرية بتقوم بالوقوف جنب أي عامل مصري، وهم مجرد بيتفسحوا برا ويصرفوا دولارات وعايشين أحسن عيشة، ولا يعنيهم أصلا وضع العامل خارج مصر. يعني على غرار تحرك الخارجية في أزمة العامل المصري في الأردن، هل تتوقع تحرك الخارجية أيضا في هذه الأزمة في الكويت؟ لا أتوقع، خاصة أن موضوع العامل المصري في الأردن أن النائب الأردني تراجع ولم يتم حل المشكلة. نعم، يعني إذن لا تتوقع بيان من الخارجية بشأن هؤلاء العاملين المصريين هنا؟ لا أتوقع، لكن حتى لو طلعوا بيان هو من باب امتصاص غضب الشارع، لكن أن يكون في خطوات عملية أشك في ذلك. أشكرك شكرا جزيلا كريم رضا الناشط العمالي، كان معنا من القاهرة.